خرطوم طيب توصل بالسلامة إن شاء الله. سريعا سيادة الوزير عشان ما نعطلش حضرتك، الخطوة التالية بالنسبة لنا مصر. يعني الخطوة التالية هي تنسيق التام مع أشقائنا في السودان باعتبار المصلحة واحدة والمصير واحد، والإدراك الكامل لمدى التعنت الإثيوبي ومدى الاحتمالات أن يتخذ من الخطوات الغير مسؤولة ما يؤدي إلى وقوع ضرر بالغ بالسودان إذا أقدم على الملء حادي خلال فترة الأمطار القادمة. إثيوبيا بتتهم مصر والسودان إن هم اللي بوظوا المفاوضات في بيانين طلعوا من شوية. ده طبعا يعني متوقع، ولكن ده في إطار التنصل من المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراء إيجابي. طول المفاوضات كان الجانب الإثيوبي يعمل على محاصرة أي جهد حقيقي لأن تكون جولة المفاوضات القادمة أو استئناف المفاوضات لها مضمون ولها من يعاون على دفعها ويعاون الرئاسة الأفريقية في التوصل إلى اتفاق. ووصل الأمر في النهاية إلى التنصل من الولاية اللي تم إقرارها من قبل مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات، وعدم الرغبة إطلاقا في إعطاء أي دور لأي طرف معاون للرئاسة الأفريقية حتى لا يكون مفضوح تعنته وعدم رغبته في الوصول إلى اتفاق. سيادة الوزير اللي بيتكلموا على فيه هنعود لمفاوضات نهاية هذا الشهر، هل لنا شروط إذا عدنا مرة أخرى؟ المطلوب يعني لم نتلقى دعوة في هذا الصدد أستاذ أحمد من الرئاسة الكونغولية، وإذا ما تلقيناها فهيتم دراستها بالتنسيق مع الأشقاء في السودان لاتخاذ القرار الملائم باتجاهها. المسؤولية النهاردة المجتمع الدولي مع الاتحاد الأفريقي رايحين الخطوة التالية مجلس الأمن، ممكن وارد؟ يعني بالتأكيد أنه هذا الأمر بنتداول فيه مع الأشقاء في السودان، ولدى مراحل كثيرة تسبق التوجه نحو المجلس لأن هناك كثير من الإجراءات السياسية اللي قد نتخذها، أولا إحاطة كل الأطراف الفاعلة وشركائنا الدوليين بخطورة الوضع. الوضع الآن خطير في إطار تنصل إثيوبيا من فكرة الوصول إلى اتفاق ورفضهم لتضمين البيان اليوم، الإشارة إلى أن الهدف هو الوصول إلى اتفاق. إثيوبيا مرة تانية بتأكد على الملء في يوليو، سواء بيان الخارجية بتاعتها دلوقتي أو بيان الرأي اللي صدره من ساعة. هذا هو التصرف الإحادي اللي لا يراعي قواعد القانون الدولي ولا القواعد المنظمة للأنهار عبر الحدود، ولا الذي يؤكد التعنت ويؤكد محاولة فرض الإرادة على دولتي المصاب. هل هذه نقطة فاصلة بالنسبة لنا لو ذهبوا للملء الثاني؟ هذه نقطة في غاية الخطورة لما تنم عنه من تنشل من الوصول إلى اتفاق ورفض الجانب الإثيوبي تضمين البيان النهائي باستئناف المفاوضات للتوصل وبهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل. اتكلموا وهذا هو وهذا هي النقطة الحاسمة، النقطة الخطيرة، النقطة التي تفضح الممارسة الإثيوبية. قالوا انه بيتكلموا على الحصص، نتكلم على التقسيم المياه مرة أخرى. لم يتحدث أحد من منذ البداية هذه المفاوضات غير معنية بأي محاصصة للمياه، هي معنية بسد النهضة وقاصر على القضايا المرتبطه بالملء والتشغيل. سيادة الوزير سامح شكر بشكرك، وترجع لنا بالسلامه ان شاء الله، وكل التحيه لحضرتك مره ثانيه. ده موقف مصر الواضح. فاصل اخير وعود وضيف.